أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قال رب اجعل
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا خذ الكتاب بقوة فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا خذ الكتاب بقوة وبرًّا بوالدي وبرًّا بوالدي وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا فناداها من تحتها ألا تحزني
حسني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين
فإما ترين من البشر أحدا فقولي وبرا بوالدتي
قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.